نروح ويا خبر يخص سعدون الساعدي. زين انت ليش بغيت عليه؟ دخلت في العلاقة الايدل. سعدون الساعدي يا جماعة يحضر اغنية جديدة. شركة ديمو الفنية نشرت برومو دعائي سحقت عادي لاغنية سعدون الساعدي الجديدة التي سيتم إصدارها قريبا، وانتشر البرومو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، واختلفت الآراء بين مؤيد للفنان ومعارض له كونه يسيء للفن بنظر بعض المدونين. يا جماعة إنسان وشاب وطموح مو شوف الفيديو نرجع نعلق عليه. Wait for me. انتظروني. A new song. بأغنية جديدة. On. على. ديمو ستوديو. يس ايه ها ارجع راح اطقك. لا اعلم ماذا يقول. شنو رايكم بالاغنية؟ تتوقعون راح تكون عن شنو الاغنية؟ اكيد راح تحصل اول ما تنزل راح تحصل الملايين المشاهدات، هذا ما نختلف عليه. مو؟ ورا هاي الودة الإعلامية أتوقع. تحياتي للي وياه بالفيديو علي روني عازف الجيتار من البصرة. أكيد تحياتي أكيد تحياتنا له. شوف أني فرحت لي سبب واحد، إنه أكو شركة تبنت هذا الشخص وخلته للمرة الأولى على الخطة الصحيحة. يعني أني فرحت بالنسبة إلي، أني فرحت لهذا الشخص لهذه الفقرة. بغض النظر عن نوعية الأغاني صح. والمحتوى الأغاني اللي دا يقدمه، لكن هي خطوة حلوة إنه يدعمون الفنان وصوته حلو. وبالنهاية هو ما قال أني أم كلثوم ولا قال أني عبد الحليم حافظ، كان فنان شعبي، قال أني فنان شعبي. وهذا يعني هذا واحد من الظواهر الألف ظاهرة اللي موجودة عندنا، موجودة بكل المجتمعات، يعني مو بس بالعراق. نعم. بمصر فنانين كبار شعبيين بأغلب يعني الدول العربية طبعاً. موجودين فنانين شعبيين، فاحنا صح. ليش نستغرب من هالموضوع؟ صحيح، فماكو استغراب أبداً. وبالتالي هو المشاهد، يعني محمد هو المشاهد مخير إنه أنت اليوم تقدر تشوفه وتقدر ما تشوفه. يعني أنت الخيار إلك، ما حد جابرك. ونتمنى إن شاء الله، أنا بالنسبة لي يعني متفائلة. من بعد صمون 10 بألف. سوى صمون 10 بألف وسوى على الفلافل. إيه. ديك الثانية. فلافل. على اللفات. روحنا تخب الطين. إيه بعد. هاي الأغنية عن شنو؟ أنا بس هذا سؤالي. ومني تعرف هاي الأغنية عن شنو؟ أنا أعتقد هيك إحساسي إنه ابتعد عن المأكولات وعن هذه الأمور. ابتعد يعني مأكولات. المأكولات الفلافل والصمون ما أعرف يعني. اعتقد على العنبه توقعوا عدد تكمل اللفه ما ادري بعد لا انا ما اعتقد هذه الامور كلها. انا اعتقد انه حتكون اغنيه حلوه هيك سهله وخفيفه شبابيه سريعه عافيه، مثل حال الاغاني اللي دا نسمعها بها الايام. وان شاء الله تكون على قولتك محمد قلت كثير ضجة مثل باقي الأغاني اللي طرحها الفنان سعد. ليش لا هو رجل عنده إمكانيات وعنده طموح، بدل الانتقاد التزمت شركة فنية طبعا. لا ما نوفي الدين يا بروحي وين الله يعينه، حقه مديون طامس بالدين الله يعينه. طبعا نتمنى له النجاح والتوفيق هو ولكل الشباب الموهوبين. فاليوم من الصعب انه تلاقين شخص انه يدعمك، تلاقين شخص انه يوصلك للمكان اللي تردينه انت او اللي تريده انت. فبالتالي كل الشكر لكل الشباب اللي دعمته، وان شاء الله يطلع من عنده فد شيء حلو ويقدم فد رساله من الاغاني. هسه خنعوا في الصمون وخنعوا في الفلافل وخنعوا في الطين، فنتمنى انه يوصل رساله من خلال الاغاني، لان هو بدت عنده مشاهدات عاليه. صحيح مضبوطه. انا اعتقد راح يعني بانضمامه لهذه الشركه راح يكون ينتبه على هوايه تفاصيل، حتى كلامه، حتى طريقه طرحه. نعم مضبوط. هي قلت لك انه انا فرحت له لسبب واحد، انه خلوه على الخطه الصحيحه. صحيح. وهذا شيء يعني يحسب له ويحسب للشركه.